Bismillah ar-Rahim, salam alaykum wa rahmatullah. Bienvenue dans la leçon de lexique, la page 99, Sifat Saïd Hussein, avec le thème de le voyage et la découverte. Inch'Allah, la question numéro 5. Relie chaque type de voyage à ce qui lui correspond. Comme nous avons dit dans le dars de Sifat Saïd Hussein, il y a beaucoup de types de voyage. على حسب الهدف من الفواياج واش هدف تجاري واش سياحي واش دونك عندنا هنا 4 تيب دو فواياج عندنا فواياج دافير يعني فواياج من اجل الاعمال فواياج كولتوريل اكتشاف ثقافه ديال البلدان اللي غادي نمشيو لها فواياج كولتوريل يعني سفر ثقافي فواياج توريستيك سفر سياحي فواياج لانغويستيك هو من اجل تعلم اللغه مثلا هنا عندنا لو فواياج لي فواياج كي كوريسبون لهادو دونك عندنا بروميرمون ديكوفرير لا كولتور دو بيي فيزيتي هنا غير من خلال هاد الاسم ديكوفرير نكتشف لا كولتور ثقافه ديال هاد لو بيي فيزيتي راه باين لو تيب دو فواياج بارتيسيبي ا ان كونغري اون كونفيرونس نشاركو فواحد الكونغري واحد المؤتمر ou la conférence, etc. Améliorer une langue. Nous la langue étrangère. Le français, anglais, espagnol. Qu'est-ce que le voyage? Ou faire du tourisme. Le type de voyage. D'abord, on va pause. On va juste avant, Inch'Allah, on va répondre à la question. نبداو دائما نبداو من هذا الجانب هو اللي غادي يحدد لي الجانب الاول دونك ديكوفرير لا كولتور دي باي فيزيتي هنا لا كولتور نشوف هنا واش كاين شي علامه تدل على كولتور هنا باينه فواياج كولتوريل دونك ديكوفرير لا كولتور دي باي سي ان فواياج كولتوريل ونوصل بيناتهم دوزيامون بارتيسيبي ا ان كونغري اون كونفرنس اكسيتيرا يعني كنشارك في واحد المؤتمر كنشارك في واحد اللقاء يعني هنايا بحال اللي كاين اعمال كاين اشغال داكشي يعني كيكون جدي اكثر دونك سي ان فواياج دافير سي ان فواياج دافير اميليوري ان لونغ نطور واحد لا لونغ اترونجير بحال الفرنسيه ولا الاسبانيه دونك بور اميليوري ان لونغ مثلا فرونسيز نمشي لفرنسا نمشي لبلجيكا نمشي كندا نمشي سويسرا pour améliorer l'anglais بزاف ديال البلدان كتكلم الانجليزيه pour améliorer l'espagnol ماشي l'espagnol donc c'est un voyage واش touristique ولا linguistique linguistique راه langue جات منها مشتق من linguistique مشتقه من كلمه langue donc c'est un voyage linguistique faire du tourisme voyage touristique طبعا Bien, on passe à la sixième question. La question 4. Relie chaque monument au pays où il se trouve. On a des monuments. Ma'atir Umraniya. On a la tour Eiffel, Burj Eiffel, la mosquée Hassan II, les pyramides, l'Ahram. Le Taj Mahal, Taj Mahal, ou la statue de la liberté, Timthal, le Hurriya. Hado, ce sont des monuments. Hado, ma'athir, Umrania. Donc, maintenant, on a un Marocain, le Maroc, on a l'Egypte, Messer, on a la France, on a les États-Unis, yani Amérique, on a l'Inde, l'Inde. Donc, on a le Maroc, je connais la statue, là, les Kain. شكون هو المونيمون اللي كيتوجد في المغرب سي لا موسكي حسن تري بيان ليجيبت اش كاين في ليجيبت مشهوره كانوا تما الفراعنه دونك سي لي بيراميد لا فرانس شنو هو المونيمون اللي كاين في لا فرانس معروف سي لا تور ايفل Les États-Unis,
C'est le statut de la liberté. وقالت لي لو تاج محل كاين في الهند، في الهند تاج محل كاين في الهند. اوكي باس على لا كيسيون سويفونت. جو ميفالو بار لانتخي دون شاك ليست. عندي هنا ليست وكل ليستا فيها لانتخي، فيها واحد كلمة داخلة يعني ما كتنسجمش مع باقي الكلمات. داكور عندي هنايا مثلا نقراو هادو، هذيك الكلمه اللي ما كتنسجمش داك لانتري شنو غنعملو؟ غادي نباري نضرب عليه. هذه هي بار. فواياجي ديكوفريير اكسبلوري فابريكي ترافيرسي ريزيرفي بارتير. هنا هاد الكلمات كاملين متعلقين بلو تيم ديال لو فواياج الا واحد الكلمه. دونك هنا عندي فواياجي سافر، ديكوفريير تكتشف، اكسبلوري حتى هي تكتشف، فابريكي هي صايب، ترافيرسي هي تقطع، تقطع قنطرة، تقطع طريق، تقطع بلاد، ريزيرفي هي تريزيرفي مثلا في الكار ولا في التران، تريزيرفي يعني تخلص مسبقا بلاصة أو في القهوة أو في الأوتيل، بارتير تمشي. دونك هاد الكلمات هادو وحدة فيهم هنايا ما مسجمش معاهم هي فابريكي، فابريكي ما مسجمش معاهم. داكوغ لا ليست بي نا أوتيل معروف، بيي تيكي يعني ديال السفر في الطائرة أو في باخرة أو في تران، أبارتمون، أوبرج، كلوب، شالي، بونسيون، بونسيون دي جون، هاديك كلمة وحدة، بونسيون دي جون هاديك كلمة وحدة. دونك أوتيل، بي، أبارتمون، أوبرج، كلوب، شالي، بونسيون دي جون. شكون هو هنا اللي ما متعلقش بالسفر؟ هو الكلوب. داكور اون كونتيني. لا كيسيون نيميرو 8 ولا ليكسيرس نيميرو 8 كومبليت لي فراز افيك لو ليكسيك دو فواياج. عندي هنا لو ليكسيك دو فواياج، عندي سود ماروكان، جنوب مغربي، اجونس دو فواياج، وكالة سفر، كروازيير، ملتقى، فواياج سفر، لانغويستيك لغوي، فيزيتي لا فيزيت يعني زيارة، فوتو. دونك هنا عندنا لا فراز ا جي افيكتوي ان اون غروب دون لو باردون افيكتوي ان. هنا كلمة يعني ماسكولين، شكون هي في هادو اللي ماسكولين؟ عندي سود ماروكا، عندي فواياج، عندي سود ماروكا، عندي فواياج، هادو هما لي ماسكولين لي يجيو مع ان. واش غنقول جي افيكتوي ان فواياج اون غروب ولا جي افيكتوي ان سود ماروكا اون غروب؟ طبعا غتجي ان فواياج. دونك جي افيكتوي ان فواياج اون غروب دون فين؟ شكون الكلمات من هادو اللي تصلح كاسم زمان؟ لان ملي كنقولو دون يعني اسم زمان، انا فواياج سالينا منها. دون يعني فين 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 عملت انا لو فواياج اون غروب؟ شكون اللي تصلح هنا كوم اسم مكان؟ سود ماروكا، اجونس دو فواياج، كروازيير، لانغويستيك، فيزيتي، فوتو. طبعا غتكون سود ماروكا، هذه هي اللي غادي تجينا هنا، سود ماروكا. D'accord. On passe à la phrase B. J'ai la ville de Dakhla et pris plusieurs. J'ai la ville de Dakhla. La ville de Dakhla. J'ai la ville de Dakhla. J'ai, c'est qui me tient chauffe. C'est l'auxiliaire avoir. Donc ce n'est rien. Le participe passé. شني مشيت انا مشيت لداخله. دونك هنا خصني فعل، شكون في هادو اللي غادي يصلحكم فعل؟ طبعا غادي يكون فيزيتي. جي فيزيتي لا فيل دو داخل اي بري بليزيور، وخديت بليزيور. شني خديت من لا فيل دو داخل؟ بليزيور
J'ai plusieurs agences de voyage, plusieurs croisières, plusieurs linguistiques. Non, c'est plusieurs photos. Regardez plusieurs photos. La phrase c'est elle apostrophe. هنا باين غادي تكون كلمة باينة دونك هاد الكلمة اللي كاينة هنا كتبدا بفوايل بلا ما نفكر عاد بزاف ال ابوستروف ا اورغانيزي نوتر فواياج باقي لي جوج كلمات وحده كتبدا بفوايل وحده كتبدا بكونسون دونك باينة غادي تكون هي هادي لاجونس دو فواياج لاجونس دو فواياج a organisé notre voyage. L'agence de voyage n'a pas le voyage d'Yana. Au pratique linguistique, il y a ces jeunes mariés ont fait une... pardon, il y a de croisière. Ces jeunes mariés ont fait une... Le nom c'est féminin. Je connais le féminin. Masculin et féminin. Donc, c'est une croisière. Donc, une croisière. Pardon, croisière. Ils ont embarqué au bord d'un magnifique. Bateau. D'accord? Au Pratli, le chria, eux, son frère, a participé à un voyage linguistique. À la chaque fois, le voyage linguistique. Pratli, le chria. Linguistique. On passe à la question numéro 9. Construire deux phrases en utilisant des mots de champ lexical voyage. Adite dit deux phrases من عندك فيهم تستعمل le voyage, يعني تستعمل كلمات متعلقة بالفواياج. Billet, train, bateau, voiture, les bridges. بحال هادو سو سون دي فراز فيهم لو شون ليكسيكال دي فواياج. هنا نخلي لكم نتوما تجاوبوا على هذا التمرين لانه سهل. قلب على دو فواياج دو فراز يكون فيها تستعمل لو شون ليكسيكال ولا الحقل المعجمي متعلق بلي فواياج. داكور, ميرسي دو فواتر اتونسيون, اي لا بروشان. والسلام عليكم ورحمه الله.